main source of the energy. نكمل. طب تعالوا كده هناخد examples من ايه؟ energy chain. نبدأ ناخد example من ايه؟ energy chain. بصوا اول example eating food. طب ما انا باكل يا مستر العادي الفود العادي وبيديني energy. طب تعالى نفهم البداية جت ازاي. اول حاجة عند السن، وقلنا ان السن دي بتديني اللايت انرجي. السن ده اللايت انرجي هيوصل للبلانت، تمام؟ وهناخد اكزامبل اورنج تري، تمام كده؟ يبقى انا عندي اول حاجه السن ايمت اللايت انرجي، واللايت انرجي ده هيوصل لمين؟ للبلانت. والبلانت هيبدا ياخد اللايت انرجي اللي جايه له من السن ويحولها الى كيميكال انرجي. طب يخزنها فين يا شباب؟ ستور ان ذا فورم اوف ذا شوجر inside the plant. خلي بالكم الشوجر هنا مش معناها السكر اللي احنا بنحطه في الشاي والنسكافيه والكافيه والكلام ده كله، لا، اللي هي الحاجه المسكره، ويبدا يخزن جواه ايه؟ الكيميكال انرجي. وتيجي حضرتك في الاخر هتاكل الاورنج، فيبدا البادي بتاعك ياخد الكيميكال انرجي اللي موجوده في الفروتس اللي هي الاورنج وتتحول الى كايناتيك انرجي، وتقدر حضرتك ايه؟ تتحرك. لو انا هلخص كل الكلام ده في دايجرام شكل صغير كده، بصوا اول حاجه اللايت انرجي اللي بتجيلي من الصن كونفرت تتحول الى كيميكال انرجي في البلانت، وحضرتك لما تاكل البلانت يعني اكنك خدت الكيميكال انرجي هتتحول الى ايه؟ كايناتيك انرجي. تمام، اكسلنت. اكزامبل نمبر 2 انرجي تشين وين هيتنج ا بوت اوف ذا ووتر اوفر ا فاير. ازاي هنسخن الميه؟ عادي يا مستر بكل بساطه نحطها على البوتاجاز. لا، انا عايز اخليكم تفهموا معايا خطوه خطوه. نفس الكلام اللي احنا قلناه في السلايد اللي فات، انا عندي الصن. الصن بتديني ايه؟ لايت انرجي. واللايت انرجي ده بيجي لي منين؟ من الصن، ويخلي الكوزز بيسبب جروث اوف ذا ايه تري، ان الشجر بيكبر. ماشي، بعد كده نفس الحركه اللي فاتت في السلايد اللي فات، ان البلانت هيروح واخد اللايت انرجي ويحولها الى كيميكال انرجي ويخزنها فين يا شباب؟ خلي بالكم which is stored in the forms of the sugar inside tree. تمام؟ بصوا when you wood يا شباب، لما امسك الود ده واعمله بيرن احرقه كده، انا هيديني ايه؟ thermal energy. والثيرمال انرجي انا هستخدمها تعمل ايه؟ هيت، بتسخن يا شباب مين؟ الووتر inside the pot. اوكي؟ طب تعالى نلخص كل الكلام ده. عندي اللايت انرجي converted هتتحول الى كيميكال انرجي. طب هتتحول في كيميكال انرجي فين يا شباب؟ في الايه؟ في البلانت. اوكي، وبعد كده هنبدا الكيميكال انرجي، حضرتك هتروح واخد التري اللي جواه الكيميكال انرجي وتعمل لها بيرننج، تحرقها فتتحول الى ايه؟ ثيرمال انرجي. اوكي، اوكي يا شباب، ناخد اكزامبل ثاني يا شباب. هنا الانرجي تشين ان ذا هير دراير. الهير دراير نفس الحركه، اي انرجي تشين لازم تبدا منين؟ من الصن. تمام كده، يبقى اللايت انرجي from the sun causes بتسبب ايه يا شباب؟ growth of the tree. يعني يا شباب البلانت محتاج السن لايت. واقول لكم على حاجه، في ان شاء الله في النكست يير السنه الجايه هتاخدوا الكلام ده كتير قوي قوي قوي. تاني حاجه، التري دي بعد فتره بيحصل لها ان ممكن يحصل لها داي وتدفن تحت الارض وتتحول الى ايه يا شباب؟ كول، الفحم. الفحم ده is produced from the remaining dead tree over million of years. خلي بالكم ان الكل ده، الفحم ده بيتكون ازاي؟ ان بيكون عندي بلانت مات ويدفن تحت الارض ويقعد مليون اوف يير ويتحول الى ايه يا شباب؟ الى كيميكال انرجي، ويتحول الى ايه؟ كول، الفحم، وجواه الكيميكال انرجي. ايه اللي يحصل بقى؟ اروح واخد الكول ده هوديه لحته اسمها الكتريك باور ستيشن. هوديه حته اسمها ايه؟ الكتريك باور ستيشن، محطات توليد الكهرباء. المحطات دي هتاخد الكول الفحم، وركزوا معايا تعمل ايه؟ اول حاجه تعمل له بيرننج، هتحرقه ويديني ايه؟ ثيرمال انرجي. اول ما الاقي كلمه بير يبقى في ثيرمال انرجي. ماشي، نمبر 2 ان الثيرمال انرجي دي از كونفرتد تو كايناتيك انرجي. ان الثيرمال انرجي هتتحول للكايناتيك انرجي، والكايناتيك انرجي على فكره هنبدا نستخدمها وهنشغل فيها ديفايسز في الالكتريك باور ستيشن، وتديني في الاخر جنريت الكتريكال انرجي، وتديني ايه؟ الكتريكال انرجي. الكلام ده بيحصل فين؟ في حته اسمها الكتريك باور ستيشن، محطات توليد الكهرباء. تمام؟ ماشي، نكمل.
بعد كده انا جبت الكهرباء الالكتريكال انرجي هتوصل لبيوتنا ازاي؟ قال لك بقى بص الالكتريكال انرجي جوز ثرو الكتريك كابر واير فاسلاك من ايه؟ من الكبر تمام؟ هتوصل لبيوتنا اور هوم وتيجي حضرتك بكل بساطه تروح واخد الفيشه بتاعت الهير دراير وتحطها في السوك وتبدا تلاقي يحصل ايه؟ ان الهير دراير اوبريتد يشتغل اوكي؟ نكمل. تعال بقى نلخص كل الكلام الرغي اللي احنا رغيناه ده في السلايد ده. ادي عندي اللايت انرجي اللي بيجي لي منين؟ من الصن. كونفرتد هتتحول الى كيميكال انرجي. فين كيميكال انرجي؟ في البلانت اللي هي تري وبعد كده تحول الى كول الفحم. هاخد الفحم ده هوديه للالكتريك باور ستيشن واعمل له بيرنينج فيديني ثيرمال انرجي اند كاينتيك انرجي وبعد كده يتحول لالكتريك وبعد كده يتحول الى ثيرمال اند ساوند. فين؟ في الهير دراير. تمام كده يا شباب؟ طيب جيف ريزون. When you go far away لما تيجي تمشي there is a change of the energy take place inside your body. هيحصل عملية a change في الانرجي. بص بقى ايه هي بقى الانرجي اللي هتحصل؟ because ان الكيميكال انرجي stored متخزنه in the food is converted into kinetic energy that helps your body move. ان انا لما اكلت يا شباب انا كده كنت عندي كيميكال انرجي تمام؟ هتبدا الكيميكال انرجي تشينج تتحول الى ايه؟ كاينتيك انرجي. نكمل؟ There is a change of the energy when burning